هاي الأغنية اللي يقول لك خذوني على المغفر ايه سجنوني بصواريخ ايه سامحها ولا لا؟ لا والله ما يعجبني اسمعها. ليش حلوة؟ كاتبها منهم، لحنها منهم، غنيها منهم. أغنية ترند بالعراق. صدق والله خذوني على المغفر سجنوني. أنا واحد كان يحك بذا أنا والله علاوي اليوم مريض منشول جايب لي هاي مال مغفر النوبة. صحة وعافية. صدق لي سلامات. حلو تعال سمعي يمه يتحن التل الماضي. طبعا احنا مثل هذا حاضركم تعبان. لا اتحن سوالفك القديمه. يعني ايش سوالفك القديمه؟ تعال توتي اعطيني هذا اللي اسمك اعطيني. شنو؟ يا دعت ياك. اي دعت وياك. اسف لان ما جاوبتك. اسف بعد. اسف حبيبي بعد احكي وياك. طيب بوسه يلا خلنا الصالح لا تشياك خلنا الصالح طيب بوسه يلا هو لو رضى انا دخنت وتي صباح الخير شلونكم شو اخباركم انا كل شيء هواي اتشكى خصوصا من اتمرض النفسيه تعبانه وهذا الشهر اكثر شهر بي مشاكل وش وقت ينحلن هالمشاكل ما ادري فقاعد يصير عليه ضغط كلش هواي زين احجوا لك تو تسوون مشاكلكم شنو منو مريض منو مو مريض الوقت صاير خلص بسرعة نص الشعب العراقي حاليا مريض هاي نقطة زين ليش دلعب شعره ما أدري المهم من صدق جديات الوقت صاير يعني يطب منا ويطلع منا أنا ما قاعد أحس عليه الأيام قاعد تمشي بسرعة المهم بما انه قربت راس السنه فطبعا سنه سعيده عليكم يا رب فكتبوا لي شنو مقترحاتكم بها سفر انا كلش ناوي اسافر وعندي تكتات اثنين مجانيه بس شويه النفسيه كلش مو تمام فشنو مقترحاتكم شو راح تسوون يا ريت نعرف انه وين راح تروحون او فد مقترح ممكن يناسبني اجي بعد شنو لا حد يسأل على اسم كارتات شنو اوكي شوفوا شلون ايام من كنت احب ميسي من كنت ابكي عليه من كان ببرشلونه صراحه الله يوفقك يلا اكتبوا لي مقترحاتكم لو النفسيه تعبانه مو مال واحد ينزل سناب بس اليوم منورين ناس احبهم حبيبي هالنود الكبير والله الدور يضحكني سلام والعاب كبرون يشوفون هم اليوم نورنا حمزه المحمداوي الدور
صاحب الأغنية اللي كسرت الدنيا. خلنا نسمعها. أرجع شوية أرد أشتكي لك على الحصل بيه والله. عايش بدونك حالة نوعية الله. الدنيا حلوة وادري بيها اني من رحت شو خربت الدنيا دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كوني كله بلا ضحكتك دمار ليش موان الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويته لك بس هو لا يختفي. الله صار بحدود الشهر ما اعرف احساسي لا انا احب من صدق لا من صدق ناسي كيف النسونة عشت ما عايش بكيفي الماجاني لما انذبت فالح يجب طيفي اشلعهم من القلب والقاهم براسي دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كوني كل بلا ضحكتك دمار ليش موان الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويته لك بس هو ليختفي الله. حبيبي شنو اللي فرحك هالسيد؟ الزين فرحني؟ ايه شامي حاضر. ايه حلو؟ ايفون 13 وبزولة وايد احلام بسيطة. انا اسوي لك اياها من ذنبي شامي بالكرم وايفون 13 وبزولة بس. عيسى اذا نلعب هسه اكس بوكس جيم واحد نتراهن من شي حتى اللعبه تصير حلوه. انت اللي يعجبك ماكو شي. انت اذا فزتك ايش تعطيني؟ تصرق على الشغل فشي حتى يصير بوي واس خساره يعني. اجيب لك تايجر اسهل شيء اجيبه على تايجر؟ واذا انت فزت انا اجيب لك تايجر لك بس تدري شنو يعني؟ تايجر وطلب يعني مثلا اقول لك قمز طلب مو هسه يعني اقول لك مثلا قمز مثلا سوي والما يسويها هذا طلي لا ماكو طلي طلي اقول لك مضغوطين مضغوطين ومضغوطين لا دقيقتين بيها بعد والعباس بتأكيد وصلت مرحلة تسامح ويا نفسي بحيث إذا شفت واحد دا يغلط علي أقول له أقوى تعال أقوم أغلط علي وياه تفهمون يعني أقوم أغلط على نفسي وياه لا راح يقدم على آخر يعني بقي خلصاني يما طحنا ابدا اصور لكم خاب 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 تاكسي تاكسي كريم وين توصل؟ لا والله بابا يا الله رجع البيت حزين راسه كنت نام احلى شيء في الدنيا بس يا اخي والله يعني تدرون الكآبة اللي دامر بيها تدرون يعني ماكو يعني ماكو شيء يدعو انه الكآبة انه انا اتكأب مثلا يعني خسران شركة او خسران بزنس او ماكو الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر الف الحمد لله والشكر انا عايش واتنفس واكل بس يا اخي الستروفوترجية مال الجسم
ما ادري دائما لازم اقول ستروفوتروجيه. ستروفوتروجيه بحثوا عليها بالجوجل اسمها ستروفوتروجيه. هذا الشقه ستروفوتروجيه. يا ستروفوتروجيه نازله عندي كلش. فشلون ترفع؟ ما ادري ما ادري شلون ترفع ستروفوتروجيه. اللي يقول ستروفوتروجيه اعطيه هديه. ستروفوتروجيه سترو فورتجيه. يلا اتحداكم دزليها بصمه. سامعنا اغنيه مال حسين الغزالي يقول هاي مال اخذ لي بيت. هي هاي على هاي قصده هنا اخذ لك بيت. احنا راح نسوي الجزء الثاني اي بالقران. خلي اشوفك المنظر من هناك دقيقه. شوف المنظر اللي صار المنظر كافي يا عيني. مو خاف ما عجبك ها بالصوف. وين دقيقة؟ تم تم. هلا حبيبي شلونك؟ سالي حبيبي. بس فعلي الشمس؟ وافطل ويا الجبل. ظلمة ظلمة يمي. هسه مال بيض وطماطة ومحمد بهذا الجو. تتبه تتبه. سامر تعال شنو تسلف والبارد؟ ما احكي. خرب الكتل الحسين. هاي بيدك تم تم؟ باشر؟ شوف المنظر منا. يعجبك منا لو منا؟ ما سمعت هاي تلت ما سمعت هاي قلب اللي راح يشوف هذا الفيديو بيوتيوب. لا تكتبون كتابات قوية علي. جالت قبل بوكين حقيق؟ اشتراني اخبار الله يا الله. جالت من يشوف الفينش تقول كون بطانية كون صوبة عدو. ماكو ناسي ماكو ماكو بريك. تم تم هاي ينزلون ينزلون منا ينزلون. ما يموتون؟ لا لا باوع ينزلون منا. زين اقول لك ما تاخذ لك شو تنزل تتكسر. هاني؟ اي. لا بتوين هذي؟ باوع. يا تسمى هاي الملابس. اقول لك مخلد والممية وضع لا شارك اخبارك صورك الممية؟ ويا طاق ممية بالرمان كان عامر. السلام عليكم. عليكم السلام علاوي حبيب القلب. انا علاوي تمتم لازم تجي تمتم لازم تجي أردى قاعدك هنا تمتم حجة ذا قاعد هنا تريد شو أسوي؟ واجيب لك الممية. أطق روحي طلقة طلقة أطق روحي طلقة. أطق روحي. لا 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 تتفضل ما هو محلو صار. والله يا ضاه بوجي يمعود ترى ذول اللي جاي كذا تبحرين بس صار كأنه قندرة. من عباس يا ابي راح هذا يقول مال ابسلوت يا ابي شنو مال ابسلوت ما تستحتي صدق حتى تدفع كم تم راح انزل نزله من هاي المخيفه راح صدق والله راح تنزل وياهم اي والله يا بس مخلف هذا هاي الاسم ميس تقول شنو اقول شو هاي بنيسة بميس تقول شنو بولقى؟ عين هاي أكلة أكلة بروسية أكلة دور ما يتفنر وين هذا أبو العطر؟ تعال رجع على أنا وانتك تعال رئيس ومن يدخل؟ ماكو يعني مشانكم وتاذتكم ما حنطلع وجهه وتاذتكم حلوة وانا كني ما طيب نطلع وجهه هذا ما خالد هذا ما خالد اللي يطلع وجهه هسه بو يا شنو ابو الكمامه مخلط طلع وجهه ماكو تم تم سرقتنا هذا عراقي عراقي والله سمعت زين الزبد الثاني سمعت سمعت لا بس هو خوش ولد بس وجهه طايح حظ انت ما سالت شوف حتى ما يردك اقول لك مخلد عليك العباس اوقف يا مبنيه وقل هذا ما مرتبط عندك واتساب ماكو لك لا ماكو بس ما هاي النزله والله راح يصير انت نفرق انا عبالي على رجلك تنزل تنزل لك لا هي
هلا يا زاه، السلام عليكم. حبيب القلب اخوك من السودان، شلونك حبيبي؟ اقول لك كذا محمد الخباط هذا عنده كم ذنب؟ ستر 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 اول بدر سواء حياته صار صديقي. شلون الاعزاز؟ يا انت شلونك؟ شو عايز فيكم؟ هسه هيك ويوقف فيكم. دعوتك هاي قايسه. اقول لك يا ترابس كمامه صاعد يا رب العالمين، شو تسوي الكمامه تنزعها؟ ولك انت يا رب العالمين نزع الكمامه انا فوق. يقول لك ذب الكمامة ترى فوق ماكو كورونا. هذا لا مخليه مخليه مو على مود كورونا حج، على مود خلصته بس ساعد مبين عليك. أقول لك هاي بيش يصعدون هي؟ بني وين شعري؟ اخوي اخوي شعرك شعرك لما مال عفطيه، شعرك لما مال عفطيه. وين هو كذا يا عم؟ هاي طاير ماشي شنو؟ باع الشمس هناك وشا ماكو. وين هالشمس؟ عمي ماكو شمس. هذا الشمس. لا هذا الشمس يا ابي. خليت. ما خلى طلع لنا وجهك. خلنا نضحك عليه شويه. شابت تعني؟ هذا احلى من وجه المنظر يا وجهي. اشوف وجهك مخلي. وين السكلات؟ وين التطسي؟ بالمدينه؟ تقول هذا جبل شنو هاي؟ انا متاخرت واقفه يمي. تقول هذا جبل جبل كوره كثير. لا هذا جبل احد هسه راح يفتح خالد بن الوليد على المسلمين. من وين انتظري؟ جبل كورك هذا هم جبل حبسه. جبل تسمعون ولا لا؟ ايه بسمعك والله. وقف كم وقف يمك؟ ايام وقف بسمع القاعدة قاعدها فولا والخوض. شنو الجمال عمي؟ بدون واحد الذهب شنو عمي؟ تمتم شنو شلونك؟ صدق تحكي؟ صح راح ترى. انا مسوي هذا هو جوابك. سجاد مشتاق لك.